مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، نحييكم ونرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب من عاصمة ميادين السباق ميدان الوثبة، وفي أول أيام مهرجان جائزة زايد الكبرى. لنرحب بكل الحاضرين ونرحب بكل المتابعين ونرحب بكل هذه الأسماء التي بدأت تنطلق باحثة عن الفوز وعن الناموس وعن الانتصار. نتقدم مباشرة مع أول الأسماء ليتابع العزوم، وشطيط بن مصبح بن مساحر الجتبي بن يأتي في هذه اللحظات بالمسحار مع أول المراكز، ينطلق بالعزوم القوية مع أول المراكز. المركز الثاني القادمة اليافل محمد بن خليفة بن محمد الخيلي مقدما لنا اليافل مع المركز الثاني. المركز الثالث القادمة نوف القادمة مع المركز الثالث المنطلقة في هذه اللحظات مع سعيد بن خليفة بن حميد بن خلفان بن ركاض. من يأتي مع اليافل في هذه اللحظات؟ يا سلام يا سلام. المركز الرابع القدوم من نيران ناصر بن محمد بن مصلح الأحبابي، وصل في هذه اللحظات الأحباب لينضم إلى المركز الرابع ليقدم لنا نيران التنافس اشتعلت في هذه اللحظات. المركز الخامس تقدم مشاهدينا الكرام والوصول في هذه اللحظات، وصلت علاج مبارك بن محمد بن خرايط العامري يقدم لنا في هذه اللحظات علاج بو خرايط مع علاج. المركز السادس الوصول من الواصلة سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي. والمركز السابع وضوح القادمة محمد بن جذلان بن مبارك المزروعي هو القادم، وثامن التحديات وصلت وتقدمت مشاهدينا الكرام سهرة حمد بن علي بن حليس العفاري يقدم لنا سهرة في سهرة وفي أمسية تراثية في هذه اللحظات. أيضا الانضمام أيضا التدخل في هذه اللحظات، وصلت رموز محمد بن راشد بن خلفان الاكتبي. ولكن نعود إلى أول المراكز، نعود إلى الصدارة، أعود إلى التحدي. اليافل 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 مع أول المراكز ومع أول التحديات انطلقت في هذه اللحظات. هنا مع محمد بن خليفة بن محمد الخيلي يقدم لنا اليافل بهذا التحدي. العزوم مع المركز الثاني، ولكن علاج 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 وصلت علاج لتتقدم هنا، وانطلاق مع مبارك بن محمد بخرى العامري. القادمة علاج استلمت المركز الأول، علاج انطلقت علاج. مرحبا يا أبو خرايط مرحبا. الكيل الأخير متابعين الكرام انطلقت علاج، انطلقت الجافل الواصلة قادمة، ووصلت أيضا وتقدمت في هذه اللحظات الشاهينية خادم من محمد بن بلوش المزروعي. علاج طارت علاج، علاج اطلعت علاج في هذه اللحظات ما شاء الله. ولكن اليافل وعلاج الأمتار الأخيرة، الأمتار الخطيرة مع علاج الميتين متر الأخيرة الخطيرة. نعم علاج، علاج مع أول المراكز. مبارك بن محمد بو خرايط العامري الهير الهير الهير. السلام إلى الهير يا بو خرايط مع علاج. نعم علاج تهانينا والناموس لمالك على هذا الفوز المميز. المركز الثاني اليافل محمد بن خليفة بن محمد الخيلي. المركز الثالث
وصلت مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء الشاهينية لخادم بن محمد بن بلوش المزروعي. والمركز الرابع كان الحضور أيضا في هذه اللحظات من شواهين لعلي بن سالم بن راشد الأفجح المري. والمركز الخامس كان الحضور مشاهدين الكرام من الواصل سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي. أعود إلى التوقيت الزمني ولحظات وصول علاج المبارك بن محمد بوخرايط العامري، توقيتها 5:54 وجزء وحيد من الثانية. تهنينا أيضا للمضمر سليم بن سعيد الغوشري الزرعي من قدم في هذه اللحظات. المركز الثاني كان الوصول في هذه اللحظات من اليافل وتوقيتها 5:54. 2 من الأجزاء من الثواني لحظات وصول هذه البطلة. وصلت مشاهدينا الكرام بالفعل مع ثاني المراكز اليافل محمد بن خليفة بن محمد الأخير. المركز الثالث التوقيت الزمني ولحظة الوصول 5:55 وجزئين من الثواني. تهانينا والناموس لمالك هذه البطلة أيضا من وصلت واحتلت المركز الثالث الشاهينية خادم بن محمد بن بلوش المزروعي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في هذا المساء.